تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة كأس أودي الودية التي تقام في مثل هذا التوقيت من كل عام بملعب إليونز أرينا بمعقل نادي بايرن ميونخ الألماني. ويشارك في هذه النسخة أربعة أندية هي بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف نجمنا المصري محمد صلاح وأتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي. ويلعب اليوم بايرن ميونخ مع رفاق صلاح بليفربول في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، وقبلها يواجه أتلتيكو مدريد نظيره النابولي في 6:45. الجدير بالذكر أن مجموعة إعلام المصريين قد نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات البطولة عبر شاشة قنوات أون تي في في خطوة إيجابية من المجموعة برئاسة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لنقل المباريات العالمية للمشاهد المصري والعربي بالمجان.